بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكن او خدايي كفاس شايو شاه شاهانا پاکو بے گردو پختا بالا دستو دانایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين روزاته لناو خلقشي نخوين دوار دا پیغمبری چی لخویان روان کرد آیتکانی قرآن کی اویان بسر دا دخوینیت وو دلو درونو روالتو آشکرو نادیاریان پخت دکات فیری قرآنو دانایو شریعتیان دکات براستی اوانا پیشتر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیریان خوارد بو و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم لآینده دا خلچی تریش دین مسلمان دبن لگلو ملتان پیوست دبن بمانوه بگمانو ذاتا بالا دستو داناو كار درستا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ابر ريزو بهريشي خدا يدي بخشيت بوكسي كخدا خوي آرزوي بكاتو شايست بيت خداش خاوني بخششو بهري قورو بيسنورة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بلي اواني كتوراتيان درابة سرداء تا پي روي بكن پاشان هليان نگرتو پي رويان نكرد وقت جويد ريشي قوايا كباركتي بيچي هل گرت بيت اي كتندن ناشرين وينو نموني اواني كآيتكاني خدايان بدروزاني وو بروايان پي نبو بيغمان خدا هداية الرين مو يستمكاران ناكا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن صادقين اي پیغمبر پیان بلے اي اواني لسر ديني جولكن اگر ايو برواتان وايا كبراستي ايو دوستو لا ينگري خدان جگل لخلچي تر كوات داواي مردن بكنو آواتي مرق بخوازن تال جواني پرمينتي دنيا دار رزگارتان ببيتو ببهشتو ديداري پروردگار شاد ببن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يتشيوانا هرجيز أو هرجيز آواتي وانا خوازنو مردن داوانا كان تنك خوان دزانن تيان دس بيشكري كردوا خداش زانايا بكارو كردوي استمكاران إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي پیغمبر پیان بلي براستي او مردني كرادة كان لدستي هر يخطان پیدا گريت لو دواش دقرين رينوا بولاي كسيك كزانايا بنهيني وآشكرا او سا اقادارتان دكات بوي كدتان كرد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي أواني باورتان هناوا كاتيك كبانك درابون ويج للروجي هيني دا ايوا بپلبچن بدم یادی خدا وو واز لکرینو فروشتن بهنن چونکه او کارتان چاک تربوتان اگر بزانو تیبگن. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جاکاتیک نویش توابو او بلاو ببنه و بزویدو بتمای بخششی خدا هولو کوشش بدن یادی خدا زور بکن لهمو تالا چکانی جیان دا باناوی او ذات ها لسر زارو لناو دلتان دا بید بو اوی سرفرازی همیشهی بدز بهینن. و اذا رأو تجارتا او لهوان انفضو الیها انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. شان خدا گلی لزربی ایمان داران دکات اوانی که قافلی بازرگانیان بینی دوری پیغمبر صلی الله علیه و سلمیان چول کرد کاتیک بازرگانیک یان یاری و گمیک ببینن او دچن بدم یوا توش بجه دیلن لکاتیک دا تو وستاوی بپیوا و تار دخوینی توا پیان بلی او پاداش تو بشی کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گمو بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخشه بسر جم خلچی.